قبل أن تبحث عن الزوجة الصالحة، اجتهد بأن تكون أنت زوجا صالحا. فالله سبحانه وتعالى قد جعل الطيبات للطيبين، ولكن السؤال: ما هي مواصفات الزوج الصالح؟ أولا، من صفات الزوج الصالح أنه محافظ على الصلاة. فمن ضيع الصلاة التي هي حق الله سيضيع الحقوق التي عند البشر، وعلى رأسهم حق الزوجة. ثانيا، الزوج الصالح بار بوالديه. فمن أساء لوالدته التي أعطته حياتها وجهدها ووقتها، فلا تتوقعي أختي في الله أن يكون محسنا إليك وقد أساء لأمه. ثالثا، الزوج الصالح هو الذي يعامل بنات الناس كما يعامل أخته، فلا يرضى أن يتحدث معها بالسر ولا أن يسمعها كلمات الحب والغرام، بل يطرق البيت من بابه. رابعا، الزوج الصالح معروف بحسن خلقه، فلا يخرج منه إلا أطيب الكلام، فهو مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. خامسا، الزوج الصالح يعين زوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. صح في الحديث: رحم الله رجلا قام يصلي من الليل فأيقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. سادسا، الزوج الصالح يعين زوجته في أمور المنزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصف نعله ويكنس بيته ويرقع ثوبه بيده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. سابعا، الزوج الصالح يتحمل غيرة زوجته. كسرت أمنا عائشة رضي الله عنها طبق طعام لأمنا أم سلمة، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جمع الطعام وهو يقول: كلوا غارت أمكم. ثامنا، لا بد في الحياة الزوجية أن يحصل بعض التقصير والأخطاء، فالزوج الصالح هو الذي يعفو ويصفح. قال الله سبحانه وتعالى: وللرجال عليهن درجة. قال الإمام الطبري: هي درجة العفو والصفح. تاسعا، الزوج الصالح يتجمل لزوجته ويتأنق لها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل هي لي. ثم تلا قوله تعالى: ولهن مثل التي عليهن بالمعروف. عاشرا، في داخل كل أنثى طفلة صغيرة لا تكبر أبدا تحب اللهو واللعب. الزوج الصالح يراعي هذا الأمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسابق عائشة رضي الله عنها ويرسل لها البنات الصغار لتلعب معهن. الحادي عشر، الزوج الصالح يشكر زوجته على تعبها وعملها في المنزل، ففي الحديث: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ثانية عشرة، الزوج الصالح يحترم أهل زوجته وصديقاتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بالهدايا لصديقات خديجة رضي الله عنها حتى بعد وفاتها. هذه بعض مواصفات الزوج الصالح، إن لم تكن كلها عندنا فلنجتهد بأن نحصل بعضها، وما لا يدرك كله لا يدرك كله. والسلام عليكم.